مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. مؤسسة الشهداء تنظم ورشة عمل تمهيدا لانطلاق الفرق الميدانية المعنية بإنجاز معاملات تقاعد شهداء الحج الشعبي والقوات المسلحة. في مؤسسة الشهداء ندوة لشرح آليات إنجاز المعاملات الخاصة بالحقوق التقاعدية لشهداء الحج الشعبي والقوات المسلحة. مؤسسة الشهداء تكلل جهودها بتسليم ذوي شهداء الحج الشعبي والقوات المسلحة هويات التقاعد في منازلهم. وفي زاوية أخبار مؤسسة الشهداء نتابع. رئيسة مؤسسة الشهداء تلتقي وزير المالية وتعلن قرب إطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالمؤسسة. أعلنت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري قرب إطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالمؤسسة في موازنة 2015. السيدة الشمري التي التقت وزير المالية هوشير زيباري قالت إن زيباري أبدى اهتماما بالغا بمؤسسة الشهداء ومن تمثلهم، مشيرة إلى موافقة وزارة المالية على إطلاق الدرجات الوظيفية المخصصة للمؤسسة للعام الحالي والمحددة بنسبة 10% من الدرجات الوظيفية في وزارات ومؤسسات الدولة. رئيسة مؤسسة الشهداء تلتقي عددا من ذوي الشهداء وتجدد حرص المؤسسة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه ذوي الشهداء. جددت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري حرص المؤسسة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه ذوي الشهداء لا سيما المالية منها. السيدة الشمري وفي لقائها الأسبوعي بذوي الشهداء أكدت قرب انفراج الأزمة المالية التي تمر بها المؤسسة بالتزامن مع تعهد وزارة المالية بإطلاق التخصيصات المالية للمؤسسة لتتمكن من صرف حقوق وامتيازات ذوي الشهداء التي شهدت تلكؤا منذ مطلع العام الحالي بسبب قلة التخصيصات المالية. رئيسة المؤسسة تزور عددا من ذوي الشهداء في منازلهم وتوزع بينهم مبالغ مالية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. تفقدت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري عددا من ذوي الشهداء في منازلهم للاطلاع على أحوالهم المعيشية والتعرف إلى احتياجاتهم بهدف تلبيتها. السيدة الشمري وزعت مبالغ مالية بين ذوي الشهداء الذين شملتهم الزيارة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، واستمعت إلى المشكلات التي يعانون منها ووجهت بإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدة سعي المؤسسة الجاد لتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بذوي الشهداء في مختلف مجالات حياتهم. المؤسسة تنظم زيارة لعدد من ذوي الشهداء إلى المراقد المقدسة في محافظة صلاح الدين. بتوجيه من رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري، نظم قسم العلاقات في المؤسسة زيارة لعدد من ذوي الشهداء إلى المراقد المقدسة في محافظة صلاح الدين. الزيارة التي شملت مراقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري عليهما السلام في مدينة سامراء وسيد محمد ابن الإمام علي الهادي عليه السلام في قضاء بلد، تضمنت إقامة مأدبة إفطار للمشاركين في
الزيارة تمثل جزءا من الرعاية التي توليها المؤسسة إلى ذوي الشهداء. اليوم قمنا بزيارة السيد محمد سبع دجيل، ومن ثم الآن وصلنا إلى زيارة الإمامين الحسن العسكري والإمام الهادي سلام الله عليهم. الوفد كان مكون من ذوي الشهداء من موظفي مؤسسة الشهداء. جئنا هنا لنتحدى الإرهاب ولنقف ونؤازر قواتنا المسلحة وأبناء الحشد الشعبي والفصائل المسلحة في الوقوف ضد هذه الهجمة البربرية والإرهاب، ونشد على أزرهم ونقول لهم أنكم قدمتم أغلى ما يمكن أن تقدمه وهو النفس، وجدتم بأنفسكم، وبالتالي نحن نقف وندعو لهم دعوة خالصة، ونسأل الله في هذا الشهر المبارك شهر رمضان أن يمن علينا بالأمن والاستقرار. هناك خصوصية خاصة لمن ضحى من أجل بلده، من أجل أن يزرع الأمن والأمان والسلامة في جميع ربوع هذا البلد الكريم، لا سيما في مرقد الإمامين العسكريين عليه السلام. فالشهيد يبقى حاضر في ذاكرة جميع العراقيين وجميع من يقف في خدمة عوائل الشهداء. حقيقة نحن نشكره ونثمن جهده في أن يبذل قصارى ما يملك من أجل أن يحقق ابتسامة في وجوه الأيتام الذين خلفهم أولئك الشهداء العظام. أهلا بكم من جديد. نظمت مؤسسة الشهداء ورشة عمل بمشاركة ممثلين عن هيئة التقاعد الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لدراسة آليات إنجاز ملفات التقاعد الخاصة بالشهداء من أبناء الحج الشعبي الأبطال والقوات المسلحة الباسلة وإصدار هويات التقاعد لذوي الشهداء في منازلهم. التفاصيل في التقرير الآتي. السنوات القليلة الماضية أكسبت مؤسسة الشهداء من الخبرة الإدارية ما مكنها من إنجاز ملفات التقاعد الخاصة بذوي الشهداء، وبناء على تلك الخبرة بادرت المؤسسة إلى تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات حصول ذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات المسلحة على حقوقهم التقاعدية. وبهدف إنجاح هذه المبادرة نظمت مؤسسة الشهداء ورشة عمل شاركت فيها الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة. اليوم كانت ورشة عمل تدريبية للفرق المتطوعة الجوالة التي ستقوم بتسهيل الإجراءات الحكومية لترويج معاملات شهداء الحشد الشعبي من 9/6/2014 وما بعدها. هذا الفريق مكون من مؤسسة الشهداء ومؤسسات المجتمع المدني وهيئة التقاعد العامة. الغرض من هذه الفرق الجوالة هو التخفيف عن كاهل عوائل الشهداء والوصول إليهم كنوع من الدعم المعنوي ونوع من العرفان لتضحيات أبنائهم من أجل أن يبقى الوطن حراً من هذه العصابات الإجرامية. العمل هذه الفرق مشكلة من مجلس رئاسة الوزراء وتعمل بدعم من هذا المجلس. الجميع متطوعون من أجل يعني تسهيل الإجراءات التي ربما تتعرقل وربما تجد العوائل بعض الصعوبات من حيث الروتين الحكومي. يعتمد هذا البرنامج الأجهزة الحاسوبية والبرامج الرقمية في تنفيذ الإجراءات. يكون دور الفرق في تسهيل المتطلبات التي تتطلبها هيئة التقاعد العامة من قسام شرعي وصورة قيد وحجة وفاة وهويات ربما وأشياء أخرى قد تعجز العائلة بمفردها بإنجاز هذه المتطلبات. هذا العمل الحقيقة نشعر بالفخر بأننا ننتمي لهذا الفريق. هذا أقل واجب نقدمه لشهداء الحشد الشعبي الذين بذلوا دماءهم من أجل أن نحيا بأمان ومن أجل أن تستمر الحياة في عراقنا عراق المقدسات. مؤسسة الشهداء التي تفخر بتبني هذه المهمة الوطنية الكبيرة بادرت إلى تشكيل لجنة مركزية في مقر المؤسسة ولجان فرعية في جميع مديريات الشهداء، الغرض منها تنسيق جهود العاملين في مجال إصدار هويات التقاعد لذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات المسلحة تقديرا لتضحياتهم التي حمت العراق وأهله من شرور عصابات داعش الإرهابية. تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة رئيسة المؤسسة وعضوية أعضاء من مجلس الرعاية وكذلك مدراء العامين الثلاث في مؤسسة الشهداء لإشراف
ومتابعة إنجاز المعاملات، وتم أيضا تشكيل لجان فرعية في كل مديرية. هناك في بغداد مديرية شهداء الصدر وكذلك الرصافة والكرخ، وكذلك في المحافظات لجان فرعية سوف نشرف عليها من أجل تذليل كل العقبات أمام ذوي الشهداء وإنجاز معاملاتهم وهم في يعني بيوتهم. وطبعا هذا يعني شرف كبير لنا، واعتبره انه رسالة إنسانية وطنية حقيقية لذوي الشهداء من اجل تذليل هذه العقبات امامهم. وهي بالحقيقة خدمة، وخدمة جليلة لكون ان عائلة الشهيد قدمت يعني أبنائهم للدفاع عن العراق ومقدسات العراق. هيئة التقاعد الوطنية باعتبارها المعنية باحتساب الرواتب التقاعدية للشهداء شارك ممثلها في ورشة العمل لتوضيح آليات إنجاز معاملات التقاعد والوثائق المطلوبة وإمكانية الحصول على الوثائق غير المتوفرة، ليتسنى للفرق الجوالة إصدار بطاقة التقاعد بأقصر وقت ممكن. اليوم بلشنا أو داومنا في ورشة عمل في مؤسسة الشهداء، هي لتبسيط الإجراءات اللي إنجاز المعاملة التقاعدية لذوي الشهيد اللي هو شهيد الداخلية وشهيد وزارة الدفاع وشهداء الحشد الشعبي. شلون نقيم المعاملة التقاعدية وشلون ننجز ونبسط المعاملة التقاعدية؟ من هذه الورشة انطلقت بأنه راح تكون فرق جوالة من مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بزيارة عوائل الشهداء وإنجاز المعاملة التقاعدية في نفس الموقع، وتقديم المستمسكات المطلوبة من قبل الأسرة وتسهيل المستمسكات المطلوبة من قبل الأسرة في حالة عدم توفرها لدى الأسرة. وتعد إجراءات مؤسسة شهداء في إنجاز معاملات التقاعد لذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات المسلحة جزءاً من مبادرة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية في دوائر الدولة ووفاء لدماء الشهداء الأبرار. بحضور شركائها في مبادرة إنجاز معاملات الرواتب التقاعدية لشهداء الحج الشعبي والقوات المسلحة، عقدت مؤسسة الشهداء ندوة لشرح آليات إصدار الهويات التقاعدية لعائلات الشهداء في منازلهم وتجنيبهم عناء مراجعة الدوائر المعنية بذلك. المزيد في تقرير الآتي. عقدت مؤسسة الشهداء ندوة لشرح آليات تنفيذ إجراءاتها بشأن المعاملات الخاصة بالحقوق التقاعدية لشهداء الحشد الشعبي والقوات المسلحة الباسلة. الندوة التي حضرها عدد من المسؤولين في هيئة التقاعد الوطنية ومنظمات المجتمع المدني أقرت تشكيل الفرق الجوالة الخاصة بإنجاز معاملات التقاعد وإصدار الهويات التقاعدية لذوي الشهداء في منازلهم. إكراما لدماء الشهداء وخدمة لذويهم، تقرر العمل على تسهيل وتبسيط معاملات الشهداء في قوات الحشد وقوات الأمن في وزارة الداخلية والدفاع، وبمبادرة من دولة رئيس الوزراء في تسهيل هذه المعاملات، وبالاستعانة بمؤسسة الشهداء والأخوة في مؤسسات منظمات المجتمع المدني تشكلت عدة فرق لزيارة عوائل الشهداء وتسهيل وإنجاز معاملاتهم. وخلال هذه الأيام المنصرمة تم تشكيل هذه اللجان، قسمنا العمل وتقسمت الشهداء والفايلات، وإن شاء الله تعالى نباشر بها، وهويات التقاعد، الأختام، الفسفورات كلها تكملت، وإن شاء الله بكرة بإذن الله تعالى تنجز المعاملات وتسلم لذوي الشهداء، وتكون هذه مبادرة طيبة كما أسلفت إكراما لذوي الشهداء، وإن شاء الله تعالى نوفي إلى بعض حقوقهم اللي هم في ذمتنا لهم. اليوم لقانا ويا الأخوان في مؤسسة الشهداء ومجموعة المجتمع المدني حول إنجاز المعاملات التقاعدية الخاصة بشهداء الجيش وشهداء قوى الأمن الداخلي والحشد الشعبي،
وبينا لهم المعاملة التقاعدية والنواقص بالمعاملة التقاعدية حتى نذلل الصعوبات اللي تواجه أسرة الشهيد عند مراجعتها إلى ديوان الهيئة. راح يصير فريق عمل من الهيئة التقاعد والمؤسسة ومنظمة المجتمع المدني بالذهاب إلى عوائل الشهداء في محل سكنهم، إنجاز المعاملة التقاعدية وتسليمهم الهويات التقاعدية بعد تقديم المستمسكات. في حالة وجود نقص في المعاملة التقاعدية بالمستمسكات اللي تخص الأسرة فراح يكون عون ومساعدة من قبل المؤسسة ومنظمات المجتمع المدني بتذليل الصعوبات مع الدوائر ذات العلاقة. شركاء مؤسسة الشهداء في تنفيذ المبادرة أكدوا حرصهم على إنجاحها عبر الفرق الجوالة التي شكلت لغرض إنجاز معاملات الرواتب التقاعدية لذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات المسلحة الأبطال وإيجاد الحلول الآنية للمشكلات التي تواجههم عرفانا لدماء الشهداء وتضحية ذويهم. حقيقة كانت أكو مبادرة تتعلق بمعاملات عوائل الشهداء خصوصا الداخلية والدفاع والحج الشعبي، هذا يتعلق بالمعاملات التقاعدية للعوائل. فتم تشكيل فريق من منظمات المجتمع المدني، من هيئة التقاعد الوطنية، من مكتب رئيس الوزراء، زائد مؤسسة الشهداء. هذا الفريق حياخذ على عاتقه أنه يزور العوائل ميدانيا ويطلع أيضا على حالهم، زائدا أنه يتم استكمال المعاملات التقاعدية داخل بيوت المواطنين. طبعا هذا البرنامج حيكون لمنظمات المجتمع المدني دور كبير فيه بما انه هي جزء من المجتمع، وبالتالي ممكن ان يشاركون في صناعه تاثير على المجتمع على علاقه برفع الحيف عن هذه العوائل. يعني هو عمل مشترك بين هيئه التقاعد الوطنيه، قسم قوى الامن الداخلي، ويعني اللي نقصد بهم الشرطه ووزاره الدفاع. العمل كالآتي: يصير يعني خروج اللجان إلى أماكن يعني سكن العوائل، عوائل الشهداء، ويتم إنجاز المعاملة من هناك. إحنا نقدر ننجز المعاملة من يمنا، بس يحتاج لنا حضور الأسرة مثلا، خاف مثلا متغيرات صارت بالأسرة، شخص توفى، شخص مثلا الزوجة تزوجت، أو مثلا صارت تغيرات عليهم، أي فيعني صارت اتفاقيات، قسمنا العمل لجان كرخ ولجان رصافة. إيمان مؤسسة الشهداء بقدرات ملاكاتها الإدارية والكفاءة والخبرة التي يتمتعون بها والمتابعة الجدية من قبل رئاسة المؤسسة والندوات والحوارات التي عقدت في هذا الاتجاه كفيلة بنجاح هذه التجربة خدمة لذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات المسلحة الأبطال. بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها على مدى الأيام الماضية، نجحت مؤسسة الشهداء في إصدار هويات التقاعد إلى ذوي شهداء الحج الشعبي والقوات المسلحة الباسلة في منازلهم لتوفر عليهم عناء مراجعة الدوائر المعنية وتساعدهم في تسلم رواتبهم التقاعدية. لنتابع هذا التقرير. من سواها له القدرة على احتضان ذوي الشهداء ورعايتهم وتحصيل حقوقهم بموجب القانون؟ إنها مؤسسة الشهداء التي دأبت منذ انبثاقها على إيصال حقوق وامتيازات ذوي الشهداء من ضحايا نظام البعث البائد إلى مستحقيها، وها هي اليوم توفق في إيصال الحقوق التقاعدية لذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات المسلحة الباسلة. فبعد الاستحضارات التي قامت بها مؤسسة الشهداء على مدى الأيام الماضية، جاء اليوم الذي يتسلم فيه ذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات المسلحة هويات التقاعد في منازلهم ليتمكنوا من تسلم رواتبهم التقاعدية من دون عناء. اليوم نحن نزور أحدى عوائل الشهداء في وزارة الدفاع. بالحقيقة يعني أنجزنا اليوم معاملة أول شهيد ضمن هذه المبادرة، ووجدنا عائلة الشهيد وزوجة الشهيد وأم الشهيد وكذلك أطفال الشهيد، وتم إنجاز المعاملة خلال نصف ساعة تقريبا.
في إصدار الهوية التقاعدية للذوي الشهيد، وأعتقد كان هناك استقبال وفرحة عند عائلة الشهيد عندما يزور مؤسسة الشهداء الذي أنيط له مهمة إنجاز معاملات شهداء الحشد الشعبي وشهداء وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من أجل إنجازه، وعائلة الشهيد هو في بيته. يعني الفكرة هي بدل ما تروح العائلة لهيئة التقاعد والإجراءات والروتينية، فهذه المبادرة هي متكونة من هيئة التقاعد زائد منظمات مجتمع مدني زائد مؤسسة الشهداء. نذهب إلى عائلة الشهيد في البيت ونقوم بإنجاز هذه المعاملة بدون عناء العائلة والذهاب إلى ذلك المكان. واليوم احنا أول تجربة إن شاء الله، وتحت مراقبة احنا باعتبارنا منظمات مجتمع مدني قمنا بإنجاز معاملة أحد الشهداء في، وقمنا بزيارتهم إلى البيت وتم إكمال هذه المعاملة خلال نصف ساعة وتم تسليمهم هوية التقاعد إن شاء الله. الفرق الجوالة لمؤسسة الشهداء تساندها هيئة التقاعد الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بدأت مشوار تنفيذ مبادرة رئاسة الوزراء لتسليم ذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات المسلحة هويات التقاعد إذانا بتسلمهم الرواتب التقاعدية وفاء لدماء الشهداء. بمبادرة مباركة من مكتب دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، وبإشراف مباشر منه شخصيا ومن مستشاري، وبالتعاون بين مؤسسة الشهداء العراقية ودائرة التقاعد العامة، وبتوجيه من معالي رئيسة المؤسسة الدكتورة ناجحة الأميري والأستاذ أحمد عبد الجليل مدير التقاعد العام، حقيقة شكلنا لجنة عليا وفق الأمر الديواني رقم 11 لسنة 2015 والمتضمن زيارة عوائل الشهداء ومساعدتهم بإنجاز معاملات التقاعد في بيتهم. اليوم المواطن وذوي الشهيد تكريما للشهيد، وهذا أبسط ما نقدمه حقيقة، لا يضطر أن يراجع دائرة التقاعد أو يقف في طوابير أو نجد هنالك من يتعرض إلى قد يكون تجاوز على المستوى الإنساني. اليوم لا، فريق من منظمات المجتمع المدني، مؤسسة الخلاني، رابطة ذوي الشهداء وغيرها من المؤسسات بالتعاون مع الحكومة، وهذا طبعا برنامج جديد نجد فيه تآزر ما بين منظمات غير الحكومية وبين المؤسسات الحكومية، حقيقة تجربة جديدة، تجربة تقيم في بدايتها على أنها ناجحة. ذوي الشهداء متفاعلين جدا وشاكرين لرئيس الوزراء وللسادة القائمين على هذا المشروع، مبادرتهم وتحركهم. اليوم ننجز معاملة التقاعد ونمنح بطاقة التقاعد في منزل الشهيد، ونكرم الشهيد ونكرم ذوي الشهيد، ونحمل معنا هدايا بسيطة تذكارية. وفقنا الله سبحانه وتعالى باعتبارنا أحد منظمات المجتمع المدني برفقة مؤسسة الشهداء ومكتب رئيس الوزراء، وهذا التوجيه أيضا هو من مكتب رئيس الوزراء لتوصيل الناس إلى حالة من الاطمئنان. هناك من يسعى لخدمة هؤلاء الذين قدموا ما قدموا وقدموا أعز ما يملكون، ربما عملنا هذا اليوم ألا هو تبسيط الإجراءات التي يكون بها المواطن ربما يجد صعوبة في حصول على التقاعد أو بطاقة التقاعد. الآن نحن في بيت الشهيد نقدم له ما نستطيع أن نقدمه، وحقيقة الأمر أنه الناس تتفاجأ بهذا العمل، ربما هو غير مسبوق. نشكر الذين صاغوا وفكروا بهذا الأمر، هذا ندعو الله سبحانه لنا ولكم بالتوفيق إن شاء الله. ذو شهداء الحشد الشعبي والقوات المسلحة الذين تسلموا هويات التقاعد أشادوا بالجهود التي بذلت من القائمين على المشروع، تلك الجهود التي ترجمت عمليا بحصولهم على الرواتب التقاعدية من دون أن يتكلفوا عناء مراجعة هيئة التقاعد الوطنية والدوائر ذات العلاقة. نشكر مؤسسة الشهداء بهذه المبادرة الحلوة اللي أنجزوها أني، واللي يعني بحيث ما تعبنا بالمعاملة، وهاي أشكرهم وأشكر دولة رئاسة الوزراء واللجنة والكادر مالتهم، ومشكورين وعمل يعني كان زين. حسن ما نروح هناك كان رمضان صيام ناس تعبانة جونا مول البيت، أنا أشكرهم والله يوفقهم. نجاح آخر يضاف إلى النجاحات التي حققتها مؤسسة الشهداء
في خدمة ذوي الشهداء من ضحايا الدكتاتورية لتؤكد قدرتها على احتضان ذوي شهداء الحشد الشعبي، وهو المطلب الذي طالما طالبت به رئيسة المؤسسة السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري. مشاهدينا الكرام، وبهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة حتى نلتقيكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.